اسف جدا جدا يا جدعان اللي انا بقالي كتير قوي قوي ما عملتش فيديوهات بقالي اكتر من شهرين، وده يا جدعان والله العظيم كان عندي ضغوطات جامده جدا، بس المشكله اللي انا كنت بجمع فلوس الكاميرا وطريقة الكاميرا، والحمد لله زي ما انتم شايفين دي جوده الكاميرا، فاضل بس اركب مايك، دي جوده الكاميرا ان شاء الله هصور بيها، انا قلت بصور بيها كوميدي وتحديات واعمل كل حاجه، بس انتوا اللي تدوني الفكره، يعني انا هعمل لكم كل حاجه كوميدي وتحديات ومقالب وفلوجز، بس انتوا تدوني الفكره، بس مش فكره مش روح اقتل امك وانزل شخ في الشارع واطلع، لا انا عايز فكره نظيفه ومحترمه. دلوقتي بجد برده هعتذر لكم تاني على اللي انا اتاخرت، ان شاء الله مش هقطع تاني، ان شاء الله مش هقطع تاني. احب اقول لكم شكرا جدا 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 على 200 مشترك، وصلنا 200 مشترك في اسرع وقت الحمد لله، الحمد لله يعني كل فضل ربنا يا جدعان. ال 200 مشترك دول شكرا جدا لاخ لكل اخ او اخت عم سبسكرايب للقناه. فدلوقتي انا قاعد في بيت مش بيتي طبعا، بيت محمد واحد صاحبي اللي خلصت المدرسه، وبعد كده بيقول لي تعالى صور معايا فيديو، قلت فرصه اني شغلنا الكاميرا اول امبارح وصورت الفيديو امبارح والله، بس باظ نسيت ان انا تسجيل الشاشه ما تسجلش، يعني مفيش مساحه مش عارف كده، فبس يلا نبدا الفيديو. يا رب تكونوا بخير، ورجعنا لكم فيديو جديد، فيديو النهارده يا جدعان مع محمد اللي عملنا معاه تحدي سماعات، طبعا محمد فاكر حاجه تحدي سماعات. واحنا يا جدعان النهارده هنعمل تحدي مع محمد تاني، هنعمل تحدي مع محمد، هنعمل تحدي الخمس ثواني المنقرض من القرن 19، هنعمل تحدي 5 مينت 5 سكندز ليفت يا جدعان، 5 سكندز يا جدعان، تحدي خمس ثواني. المهم يا جدعان طبعا كلكم عارفين تحدي خمس ثواني، انا عباره انا هتوقع هلعب حجر القص ماشي، انا اللي هبدا افتح البرنامج، البرنامج ده هيديني مثلا هيقول لي سؤال مثلا ايه، اذكر لي خمس انواع كاميرات، خمس انواع كاميرات في خمس ثواني، هو يجيبهم بسرعه. لو ما جابش خمس انواع كاميرات كده احسب عليه غلطه. في واحد ورا الكاميرا اخو محمد اسمه كريم، معانا يا جدعان جوتشي. ده بيقول عليه تايجر، وهم بتقول عليه بيبو، وابوه يقول عليه ايه؟ بلاون. شكرا لاستضافتك معانا. المهم يا جدعان كات يا جدعان يا جدعان، طب دي بدايه الفيديو، دي بدايه البرنامج، هنعمل عيد ميلاد النهارده يا جدعان، عيد ميلاد النهارده هتكونوا تحت في الكومنتات، خمس اسئله ولا 10 اسئله ولا 20 سؤال ولا 15 سؤال، حلو 10 اسئله، يلا جاهز؟ جاهز انا اللي هبدا، يلا جاهز نفسك، انتظر قليلا. كلها سكوب، كلها امتحانات، ومع ذلك تحفظ المال. خلاص. السؤال الثاني، السؤال الثاني. وايه؟ انا صابر صبري، صبري ايه ده؟ صابر صبري سيد سيد. حلو سيد، شكلها هتشيل اوبا، ده انت بص، ده انت هتشيل ايه؟ 30 ايش؟ السؤال الثالث. اذكر اسماء ثلاث صبيان تبدا بحرف الفاء. فادي و ايه؟ نعم فادي وايه؟ فادي وفارس و وفيصل و فؤاد وبس اهو. كرسي خشب، كرسي بلاستيك، كرسي حديد، ايه الهبل ده؟ يلا سؤال تاني، لو انا عايز اشيل قبه يا جدعان. انا ما جبتش اكبر كام تحديدا؟ قضينا ورايك و وايه وايه؟ يا نهار اسمع، اديداس اديداس نايك بوما بوما فيلا، عندك كتير يا عم، يلا سؤال تاني يلا. ثلاث خيار فواكه خلاص. قول لي خيار وفلفل يا جدعان. اذكر ثلاث سور من القران سميت باسماء الانبياء. عندك كتير. موسى وعيسى. ايه ده؟ ايه الجهاد ده؟ يا ده انت ملحد يا جدعان، ده بقول لك اذكر ثلاث سور من القران سميت باسماء الانبياء، موسى وعيسى. حرام عليهم. هاتولي سورة في سورة القران ده موسى وعيسى. يا ابني مفيش، ما تحلفش، مفيش حاجة اسمها يا ابني ما تعلمش، مش حاجه اسمها سورة موسى وعيسى. ياسين نبي. ايه الهبل ده؟ رونالدو و رونالدو اللي هو الكبير. رونالدو ايه الكبير؟ في اثنين رونالدو. ما انت كده خسرت. السؤال الثاني. المفروض اقولهم كلهم ما ينفعش اثنين. ما هو عاد سورة القرآن الكريم؟ محرج ولا كده يا جدعان؟ 100 حاجة. او ماي جاد. واو. يوسف ياسين يزيد. ايه يزيد؟ المشكلة مش معاك بقول على طول، انا مطلع ما علينا. ببجي وفورتنايت وكريتيف، كريتيف فاير.
نيلي. ايوه يا نيلي. جاب واحده جاب واحده جاب واحده. هو في عندكم ايه التاكل؟ عندنا قرفه
كركم وشطة وملح. انا بحب اكل خبيع خبيع شاو. خل بص وزيت. خل وزيت ايوه. و خل وزيت وشطة. وكركم. لا وقف. الى المطبخ. دلوقتي يا جدعان زيت ملح سكر. يا بابا ده بقى بياكل سكر. شوف بقى لما ياكل الزيت بقى ملح وسكر. بصوا بقى يا زلمه المره اللي فاتت ما اكلتش فلفل كله، المره دي تكشر كله. تمام في خالصه؟ لا ملح اهو. كلها؟ ايه؟ لا انت عبيط يا ابني. بس كده زيت. واو هي نقطه مش هكتر ولا نقطه. يلا يا زميلي ثانيه كده اقلب يا زميلي. يا لهوي ربنا معاك يا حمد. لا مفيش حاجه اسمها تفاح بلعها على طول. تعالى كده بس يا زميلي قدام الكاميرا. تعالى يا زميلي تعالى تعالى يا زميلي. لا تعالى عشان الناس ما يفتكروش احنا مغششين. يلا يا جدعان يلا يا ابني. مش بتيجي على طول. مش بتيجي يلا يلا ماشي يا خيال. طب نخفف الاقطاب شويه. يعني لا الراجل ده محترم. يلا محترم. يلا يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ يلا هات ميه يا عم. هات بس ميه يا ابني. يا ابني انت هات بس ميه يا ابني. يلا ها شيدك يا غبي. كل يا عم ما تفش ما تفش ما تفش ما تفش ما تفش. قلت لك ما تفش. والله العظيم ما ينفعش. طب انت رميت البتاع يا غبي السجاده يا غبي. ايه السجاده يا غبي؟ حمو يا حمو محمد تتحط بقك لوحدها كوب. والله تتحط بقك اكنها كوب. يلا يا زميلي اشرب. مفيش كوبايات بقى ف ايه ده مش سلطانيه. الحس القطه. الحس القطه اقسم بالله العظيم. اعمل كده وكده. وصلت لفيديو يعجبكم فيديو يعجبكم. اتمنى 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 تعملوا لايك وسبسكرايب. تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وليه توصلوا الفيديو ده كام لايك؟ احنا طلبنا المره 20 وجاب 25 دلوقتي يجي 30 30 لايك. بس بالمناسبه اللي احنا جبنا 200 سبسكرايب يا جدعان يا ريت توصلوا الفيديو ده يا جدعان 30 لايك زي ما احنا قال. ويلا نبدا يلا نبدا الفيديو. ويلا ودي نهايه الفيديو. السلام.